من جانبه وصف الرئيس البولندي أندري دودا زيارته الرسمية إلى مصر بأنها تمثل مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين. وأكد الرئيس البولندي خلال المؤتمر الصحفي مع الرئيس السيسي سعي بلاده لتعميق العلاقات مع مصر خاصة في مجال الطيران، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والسياحية. هذه الزيارة تبدأ في عصر جديد بين العلاقات الثنائية المتبادلة. دعوت سيادة الرئيس وفخامته إلى وارسو، أتمنى أن يتم ذلك بسهولة. أستطيع أن أقول أن بعلاقاتنا الآن يحصل الكثير من الشيء من أجل تعميق هذه العلاقات، وخاصة ما ذكره السيد الرئيس في مجال العلاقات كالعلاقات الجوية بين 5 مرات من الطيران في الأسبوع. ستكون هذا مساعد للعلاقات الاقتصادية والسياحية أيضاً.